هنكمل. قلنا ان احنا عندنا فيروس بي اخطر من سي لانه ملوش علاج، وكمان هو بيدخل في السيكشر بتاع الجنس. وممكن بقى الاجسام المضاده دي تتدخل في التحاليل بتاعتنا. عشان كده لما يجي يقول لك انا مريض عندي فيروس لازم اعمل بي سي ار، لما يجي يقول لك انا مريض عندي روماتويد لازم اعمل له اختبارات تاكيديه. طيب لما يجي يقول لك انا مريض عندي بالهرسي هنعمل له تحليل بالهرسي. هل ده لو انت بوزيتيف نقدر نقول ان هو ما عندوش بالهرسي؟ لا صح. طب لو ده نيجاتيف خلاص هو ما عندوش. فاحنا عندنا بالهرسي في اليورين، بالهرسي فين؟ في الاسطول، وبالهرسي في البلد. تمام. هقول لكم حاجه لما نيجي نشرح الجار زي هشرح لكم سؤال كل حاجه. واحد عنده ديدان مفيش بويضات بتنزل، نقدر نجزم ان هو ما عندوش ديدان؟ يعني لو عملنا تحليل الاسطول وطلع ما فيهوش اوفر، طلع ما فيهوش ايه؟ اوفر، نقدر نقول ان ده ما عندوش ديدان؟ ديدان ما بتخلفش اوفر. هنجاوب عليه في الباوسايتولوجي ان شاء الله. ايه اللي يهمني دلوقتي اللي انتوا لازم تعرفوه بقى؟ اللي فيه نظريه برضه بتاعت الايه؟ بوزون فينومينا. دي مهمه جدا في الروماتويد بالذات. مشكله الروماتويد الاجسام المضاده بتبقى كتيره جدا فيه. الاجسام المضاده بتبقى ايه؟ كتيره جدا فيه. فلازم ابدا بتيتو. لازم ما انت شايف؟ لازم. يلا. هعد خلاص يبقى احنا اتفقنا فيروس بي بالسكشن بيتنقل من الجنس ملوش علاج اخطر من فيروس سي. فهنا لما بتيجي تتشك بالسرنجه ما تخافش من سي دي. تخاف من ايه؟ طب اعمل امتى التحليل ليه عشان اطمن ان انا ما عنديش؟ لا ده بقى بعد ثلاث او ست شهور. ست شهور عشان ياخد ويد معانا كده في الجنس عشان يكون يا في يا ايه؟ انا اتشكيت كتير من فيروس سي. وربنا بيسترها كده. ايه بقى تاني؟ جينا قلنا لو واحد عنده روماتويد خلاص هو روماتويد، بس لازم نعمل له التحاليل التأكيدية. حد فاكر اسمها؟ انتي سي سي بي روزولا ايه ان ايه. في دكاترة تانية بتطلب انتي دبل ستراند دي ان ايه و ايه ان انكا حلو اسمه انكا وحاجات كده كتير يعني. ماشي. طيب لو مريض عنده فيروس سي، مريض عنده فيروس سي ماشي، نقدر نقول هو عنده ولا عندوش؟ بس يعني لو الكارت الدهني بوزيتيف ما اعرفش لازم اعمل بي سي ار. يبقى الكارت هنا تاكيد للي هو عنده ولا ولا اللي ما عندوش؟ تاكيد للي هو ما عندوش. يعني انا لما يجي مريض يجي يقول لي اعمل لي تحليل فيروس سي وعملت له بالكارت طلع ما عندوش، هو ما عندوش فعلا لكن طلع عنده ما نعرفش. اعمل بي سي ار عشان دايما هتلاقوا الحاله بتاعته الروماتويد والهرسي هتلاقوا ويك بوزيتيف. هتلاقوا ايه؟ ويك بوزيتيف. بيبقى الخط ضعيف كده. في ناس تيجي تلاقوهم مصورين على الجروبات اللي على الفيس في يقول لك الكارت مدي معايا كذا وبعمل بشركه ثانيه ما بيديش. كل شركه تبقى اكثر سنسيتيفيتي، بس انا هفصل ما بينهم ازاي؟ عن طريق الالايس، عن طريق او البي سي ار. تمام. ده بالنسبه للروماتويد. الروماتويد بنشتغل ايكوال فاليو، بنشتغل سيرو. السيروم فيه اي جي ام اي جي ام السيروم فيه اي جي اللاتكس فيه اي جي جي. لو الجسم مكون بدل الاي جي ام اي جي 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 جي. الحاله اسمها سيرو نيجاتيف روماتويد ارثرايتس. الروماتويد السلبي سيرو اللي هو الروماتويد السلبي. بنكتب كده الكونكلوجن بتاعنا سيرو نيجاتيف روماتويد ارثرايتس الحاجات دي. طيب لو الجسم يكون الاي جي ام والانتي او الاي جي جي موجوده ممكن الجسم يكون اي جي اي؟ ها؟ ممكن. تمام؟ بس هو بنسبه 98% بيكون اي جي ام. هيتاخد معاه. ماشي؟ طيب المريض عنده روماتويد والجسم مكون اي جي ام واللاتكس فيه اي جي جي وطالع نيجاتيف. خفت عشان نظريه البوزون فينوم. نقولها بسرعه. البوزون فينوم تاني احنا قلناها ثلاث مرات لحد دلوقتي وهنعيدها بعد كده برضه في البوزون. عباره عن الانتي بودي اعلى من الانتي، ما بيحصلش التجمع التلازم. فبنعمل ايه؟ بنبدا نخفف. فبعد ما خففنا بنعمل ايه؟ بنرجع
نرجع نشتغل شغلنا. فايه اللي حصل؟ يدينا البوزر. نقطه بقى مهمه جدا، ايه هي؟ امبارح على الجروب كنت قاعد بتفرج، يعني حد سال انا عملت تخفيف 50 زائد 150 وضربت الناتج في 4، او 50 زائد 100 وضربت الناتج في 3 في السي ار بي فادتني 24 والحاجات دي، ينفع؟ يعني هو دلوقتي مش هنا. هو دلوقتي حط 50 مايكون سي ار زائد 100 فالمجموع بتاعهم 3 صح؟ وضرب في 6 ب 18 ماشي؟ او عمل 150 زائد ما اعرفش 50 و 4 وضرب ال 4 في 6 بكام؟ ب 24 وطلع النتيجة. مش احنا قلنا وهنعيد تاني وتالت ورابع ان انا ما ينفعش اخفف جوه اللاتكس الا بسيريال دايلوشن؟ ما ينفعش اخد منه انبوبه لوحدها واعملها؟ مش احنا قلنا الكلام ده؟ ليه؟ عشان بتعتمد على نظريه دوبليكيشن او التضاعف. يبقى انت ما تجيش تخفف انبوبه واحده وتطلعها، غلط، ما ينفعش. وللاسف في ناس جاوبت وقالت ينفع. ما ينفعش. يبقى انا اي تخفيف عندي لازم سيريال دايلوشن، هما تويل عند ستيريوت سي ار بي بروسيلا وتايفويد. تمام؟ هنعمل السيريال دايلوشن ازاي؟ زي ما قلنا هنجيب اربع نبيل وهنكتب عليهم انبوبه رقم 1، انبوبه رقم 2، انبوبه رقم 3، انبوبه رقم 4. وبعدين هنحط 100 سلايد 100 سلايد 100 سلايد 100 سلايد، وبعد كده هناخده 100 وهنعمل ميكس الاول انبوبه، وهنحط هنشيل الميكس ده ونحط 100 من الميكس على ال 100 سلايد في ثاني انبوبه، وبعدين في ثالث، وبعدين في رابع، وبعدين بره. اصبح عندي اول انبوبه اي كام؟ نص نص. ثاني ربع توم توم واحد على 16. عندي حاجه اسمها فاكتور دايلوشن في السي ار بي 6، في الانتي ستيرت في الروماتويد 8 8 ماشي، 1 على 8، 1 على 200، 1 على ايه؟ على 6. انت تبوزيتيف معايا في الانبوبه رقم 3 نص ربع كام؟ توم. 1 على 8 في 1 على 1 على 8 في 1 على 8 1 على 16 واحد على 6 3 8 8 16 واحد على 4 6 واحد على كام؟ 4 6. يبقى طب انت في العمود الثانية 4 6 لا بس احنا بنتكلم في 8 يبقى 4 8 32 تمام. بس احنا عشان حفظنا فقال لك فيها مديها في الفضة يبقى كام؟ 64 فرابع واحدة 128. خلاص خفت كله يبدا في الرياضة دي. في ناس بقى عندنا بيقول لك انا بطلع التتر 128 وما بعملش اللي بعده، هو كده كده عادي. فباجي كاتب كده اوفر 128 طلع بقى 206 و 264 512 اي حاجه زي ده، هو كده كده عادي. طب انتوا تفضلوا نعملها اوفر 128 ولا نعمل تترين كمان؟ نعمل كمان تترين عشان نشوف مدى الاصابه ايه قد ايه. هو ده صح ولا صح؟ جينا عملنا كده التحليل بتاع الموتور طلع بوزيتيف ماشي، عملنا له التحليل التاكيديه بتاعته كلها نيجاتيف. ده مريض روماتويد ولا لا؟ لا، احنا قلنا روماتويد اصلا ما حاجه كده يعني مؤشر. لازم التاكيدات، لازم التاكيد. ما ينفعش اقول على مريض روماتويد انه روماتويد الا بالانتي سي بي والوزولا والباقي ان ايه ممكن يكون بس احنا اللي نبقى فاهمين. هو ده كل ده تشخيص دكتور، بس احنا فاهمين عشان لما يكلمنا زي السي او كده. ما احنا لو مش فاهمين الاساس مش هنعرف. ها احنا اسفين والله يا صلاح، يعني هنضيع مع الراجل. ما ينفعش. لا، في ناس بتعمل تخفيف بطريقه ثانيه وصح. بدل ما بيستخدم الانابيب الشيت، بدل ما بيحط 100 بيحط 20 سلاين 20 سلاين 20 سلاين 20 سلاين، واخد 20 سيون ويعمل ميكس بدل الانبوبه، قلل الكميه وعمل الشيت. اعمل ده او اعمل ده الاثنين. الاثنين سيريال دايلوشن، الاثنين بيعتمدوا على دوبليكيشن. اي تخفيف ثاني في اللاتكس مفيش. كده احنا شرحنا انتي سويبت سي ار بي روماتويد ماشي. خلصنا اول ايه؟ اول جزء معانا في اللاتكس. ان شاء الله قدامنا حلقتين بروسيلا وتايفويد، وبعدين حلقه مزابع. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ السورج. ست حلقات معانا اهو، وهنشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو اعملوا سبسكرايب تحت وانشروا. باي.